المهندس عادل استهل الحلقة بالجملة اللي بتحوي كل المضمون بتاع النهاردة، صناعة الوهم والإعلام التخيلي. صناعة الوهم وانت قاعد كده لا بيك ولا عليك، فجأة الناس تصنع لك حاجة من وهم مش موجود، ثم يتم بناء عليها كتير بقى من اهتمامات الإعلام التخيلي وكأنه في قضية بجد، في حين انها في الأصل كانت حتة وهم في وهم. ده بمناسبة ايه؟ هنشوف في الأول أبرز ما لدينا بعظمة لسانه. هو الكلام عليه جمرك؟ فعلا الكلام معلوش جمرك، بس الكلام لما يتحول يا باشمهندس إلى صناعة وهم يبنى عليه وتظهر من خلاله مواقف وتوجه من خلاله جرعات لوم كبيرة جدا، نبقى في وضع غريب. هو كلمة الكلام معلوش جمرك دي كلمه ساخره. طب اللي عايز يقول يقول، طالما ان معلوش جمرك هلفط بالظبط، اكذب، الف ادعي، قول الحق، خليك جريء. يعني كل ده كلام، طالما ان ما حدش بيحاسب عليه. ايوه، ما حدش بيحاسب حد، ما حدش هيتكلف حاجه، والحساب هنا يبدا من حساب الراي العام اللي يفقد الثقه والمصداقيه للشخص الى حساب الجهات المسؤوله عند الخروج عن المالوف، الى القانون نفسه عندما يتصدى الكثير. كل ده احنا يعني نفتقده، فاصبح الكلام فعلا معلوش جمرك، كل واحد يطلع يقول له هو عايزه. الطبيعي ان الكلام معلوش جمرك، لكن الكلام لما يمس كيانات شعبية وجماهيرية ومشاعر ناس وعلاقات أندية، لا، يبقى عليه جمرك كبير. يبقى عليه جمرك كبير، صاحب الشأن المعني بهذا الكلام بيدفعه من صورته الذهنية، بيدفعه من قيمته، بيدفعه من علاقاته حتى مع منافسيه، ودي الضريبة اللي بتدفع. عايز أقول لكم أنه من كام يوم طلع الزميل العزيز الأستاذ سيف زاهر قال انه النادي الاهلي بيبحث عودة لاعب او اعادة لاعب من نجومه اللي راحوا بيراميدز، وانه في 3 من رجال الاعمال الاهلوية متضايقين جدا ان ده حصل، وبيجمعوا الفلوس وبيجمعوا قعدتهم مع بعض وناويين يرجعوا هذا اللاعب. الناس كلها راحت، ما انتوا عارفين اللي راح الاهلي من الاهلي لبيراميدز شريف اكرامي ورمضان صبحي واحمد فتحي، ثم سريعا بدأ الكلام عن رمضان صبحي. ليه دي صناعة الوهم؟ أنا سألت الكابتن أمير توفيق قبل ما جالكم، وأمير الرجل المسؤول الأول عن التعاقدات، بمجرد ما بقول له هل في حد طرح إمكانية التفاوض على عودة رمضان صبحي؟ قال لي يا باشمهندس، وهو في حد يجرؤ يقول كلام زي ده؟ مجرد أن يجرؤ أحد بطرح هذا الأمر أو هذا المقترح، ده مش موجود. عشان تبقوا فاهمين، هذا الكلام غير موجود إلا في أذهنة أو أذهان وأدمغة القائمين على إطلاق هذه الإشاعة. هدفها إيه؟ سببها إيه؟ تفسيرك إيه؟ بص، الكلام كده مش بس فيه مصادرة على الأهلي وعلى مواقفه، لا، ده فيه تجرؤ وتجاهل لحقوق نادي بيراميد نفسه. وكأن الأمر لو الاتنين دول اتفقوا خلصت الليلة. الزوج الجديد ده ملوش لازمة، مش في طرف تاني يعني عرض مئات عشرات الملايين في صدمة للوسط الرياضي من أجل تحقيق طموحات، كما قيل، تحقيق الطموح، يعني كما قيل. فهنا أنت زي ما تيجي تكحلها فتعميها. الكل الناس طالعة بقى إيه، شوف ده خبر طبعا أنا ما أعرفش مصدره إيه. هل مصدره إنك كنت الكابتن سيف سهران مع حد من رجال الاعمال الاهلاويه، قالوا له لا ده احنا بقى هنتدخل ومستعدين نعمل ونسوي. طب هو رمضان عنده مانع؟ لا، رمضان ما عندوش مانع. هو هيبقى عنده مانع ليه؟ ما هو ده اللي يحل المشكله. طب والاهلي ما عندوش مانع؟ لا، والاهلي هيكون عنده مانع ليه؟ قاعده كده، ما احنا هندفع. لا فيها مسؤولين، ولا فيها مسؤولين من هنا، ولا مسؤولين من هنا، وحدوته بتتصدى الراي العام في تصوري لسبب. قعدت ادور على السبب لحد ما لقيت ردود الافعال وهالاني موقف، رغم انه مش مفاجئ ولكنه هالاني موقف الاستاذ عمرو اديب في مداخله وجه اللوم.
كعادته. هو عمل مداخله مع الصحفي خالد الاتريبي زميل العزيز اللي رد عليه الحقيقه ردود بموضوعيه ووضوح جدا جدا انه يقتنع. يقول يا سلام يعني بس بقى وزعي وصريخ حنانيك يا عم عمرو في ايه هو عمل ايه يعني ما حقه. ايوه انا عايز بس اقول للناس انا ليه فتحت الموضوع ده. ايوه يمكن انت مش هتعرض الفيديو ده لعمر الاستاذ عمرو اديب، لكن هو سؤال كل ما يجي سيره الكابتن موقف الكابتن رمضان وعلاقته بالجماهير والكلام اللي بيحصل. اولا ما فيش حد طلع من النادي الاهلي هاجم الكابتن رمضان خالص ولا علق على موقفه. نمره اتنين موقف الجماهير او بعض الاعلام على السوشيال ميديا مين يقدر يسيطر عليه؟ واحد بس اللي يقدر يسيطر على الاعلام ده ويحدد موقفه من الكابتن رمضان صبحي. مين هو؟ الكابتن رمضان صبحي. لان الناس وهي تتحدث ما يصحش الجمهور تعمل كده. معايا لعيب بقى، عايزين نبعد شويه عن الكابتن رمضان، معايا لعيب، هو ايه التنمر ده؟ هو ايه العنصريه دي؟ هو ايه الكلام ده؟ انتوا دائما تناقشوا موضوع رد الفعل، لكن لم يناقش احد. هل من حق اللاعب انه يستفز ويتحدى وهس؟ ما هو اللي نصحه واللي عمل اللي كان عايز يكيد مش ما كانش الكابتن رمضان اللي قدمه بالصوره دي اللي عايز يحتفل انه اكنه فتح عكه ويفهم الاداره عنده ده انا عملت حاجه فعمل له يعني حد يعني تخيل لويس فيجو وينتقل من برشلونه الى ريال مدريد والدنيا مقلوبه طلع قال لبرشلونه هس. لا يمكن ده يتعمل في مؤتمر تقديم لاعب. طبعا انت بتقدم اللاعب عشان تلبسه الفانيلا. ده البروتوكول انه بيشكر ناديه السابق. هو لو كابتن تعالى نتخيل بقى الناس اللي بتقارن بين موقف كابتن احمد فتحي لان خبرات كابتن فتحي كتيره وشورته من دماغه. شورته من دماغه. كابتن رمضان الله اعلم مين بيشور عليه. انه يقول له اطلع قول هوس وبعدين لما يسالوك قول والله اصل انا سايب الاهلي رايح طموح. وانت سايب الاهلي رايح ليفربول؟ سايب الاهلي ورايح طموح. وانت لو رايح ليفربول تقدر تقولها. طبعا. لما قلت انا هسيب النادي الاهلي واروح انجلترا في اي فرقه هيدرسفيلد انا هرجع هيدرسفيلد عشان الطموح. ايوه. انك انت تتالق في هيدرسفيلد وتتنقل لنادي اكبر نصدق. انما في افريقيا تتنقل لمين عشان يحقق لك طموح اكتر من نادي افريقيا مش في مصر؟ تتنقل لمين عشان يحقق لك اهداف وانت قاعد معزز مكرم محبوب جدا جدا وبتجهز انك تكون معشوق جماهير الاهلي وكادر من الكوادر القادمه. ولما الناس شافتك في المنتخب الاولمبي وطريقه تعاملك مع زمايلك كابتن كويس قالوا ايوه هو ده الراجل ده هو ده اللي هيبقى يكمل معانا وهنعمل كاس. ولذلك النادي الاهلي ما بخلش. النادي الاهلي دفع كتير جدا. كل مليم خده تقريبا رجعه. حتى في فلوس لسه ما حصلناش مش عارف حصلنا منها ايه. فهم سببين عدم الوضوح من الاول ان انا لو اتقال الكابتن رمضان عنده طريق ثالث بقى. يا جماعه انا صغير وعندي ظروف تقتضي ان انا اعمل احسن عرض مادي ليا. والله ما كان حد زعل في النادي الاهلي. طيب يا كابتن رمضان انت اخترته ده حقك. لا هنا نقول حقه. الوضوح. انما اقعد مع رئيس النادي واطلع اوحي ان انا لن العب يا هحترف بره يا اما في مصر لن العب غير للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي يخش بقى قلبه جامد ويضحي بقى بالاموال فيوصل العرض 3.25 مليون جنيه استرليني غير اللي اتدفع حوالي 1,800,000 داخلين في 5 مليون استرليني منهم سنه مشيئة الله ان هو رجع من المنتخب الاولمبي لعب ماتش واصيب قعدنا لبقيه السنه لم يستفاد منه. ورغم هذا الاهلي عشرات الملايين تكبدها في الموسم ده طائعا مختارا ولم يتاخر على لا علاج ولا رعايه مستحقه لابن من ابنائه. فاول حاجه الزعل من الناس ان هم ما صدقوش ان ده يحصل. تاني حاجه بقى تصرفات النجم مع الجماهير هي دي الوحيد اللي يقدر يوقف كده. وانا لو كان يعني قريب منه وعايز انصحه اطلع يا اخي زي ما الكابتن احمد فتحي اتكلم كده على الاهلي وكبره. ما هو كبير هو مش ما عندوش صعوبه ان يقول الاهلي ده
اضاف لي ايه وعمل لي ايه وتاريخي ايه، وكنت اتمنى ولكن ظروفي الخاصه واستحملوني وباذن الله مصيري ان انا في يوم ما هرجع النادي الاهلي وفي حقه. كلام كان لازم يترتب له يطلع من الباب الكبير، كان زمان كل جمهور ورا ظهره. هل صح ونتمنى ان في لعيب الجمهور يتحامل عليه حتى زي ما بيتقال في حياته الخاصه؟ لا، انا ما احبش كده، انا ما احبش كده. لكن اللي هيوقف ده والله لا كلامنا ولا الروح الرياضيه ولا مهما قال، لان كل كلمه بتتقال يا وكل تصرف بيتعمل هو او اللي وراه، لانه برضه اللي وراه هو احيانا المسؤولين عن اداره الكره في بيراميدز دائما عندهم باستمرار، يعني هاني سعيد ده انت حاطط الاهلي تارجت في كل شكوى من الحكام التلقيح على الاهلي، في كل شكوى مش عارف من على الرغم عن ملعب اصله الاهلي. على الرغم ايه؟ اه هو مين يزعل من مين يا كابتن هاني؟ اه هو النادي الاهلي اسالك فيه، انت هربت يا راجل ما عملش معاك حاجه. صحيح بعد 97 بعد كاس العالم بتاع النادي الاهلي من يوميها حاولت ترجع حتى، ولما جيت ترجع برضو عملت جيم ملوش لازمه، ورحت بعد العقد ومش العقد واستخدمت الاهلي انك تزود عقدك في نادي الزمالك ورجعت. ما علينا، انت حر، انت حر. ايوه ونسينا موضوعك، لكن انت زعلان من النادي الاهلي في ايه؟ عمل لك ايه؟ فما تطلعش على طول وتهاجم، لان دي مش بتساعد بيها الكابتن رمضان، انت بتزود الفجوه. الكابتن سيف لما فتح هذا الموضوع هل خدم الكابتن رمضان؟ في روعي ان هو كان يتصور انه هذه خطوه بيخفف الضغط على رمضان. خطوه خطوه قريبه من الجماهير، ان رمضان في فكره في قلبه لسه النادي الاهلي. ما يعرفش جمهور الاهلي. ويا جماعه يعرف وما يعرفش، والنبي بلاش دي، يعني انا مش عايز يعني اخدها لا رد الفعل. لا انا لا اصدر، انا لا اصدر رساله من هنا. انا بتكلم تحليلي للموقف. طيب عشان تحلل الموقف صح، ليه بقى صناعه الوهم بتؤدي الى هل ده موضوع مزيد من اللوم على الاهلي؟ بص بقى، انت بقى بتعمل ايه؟ الاهلي يفاوض فلان الفلاني، هو ده صح؟ ادي وهم، الاهلي لم يفاوض احد. الوكيل يحذفها او واحد صحفي يحذفها او اللاعب يحذفها او ما فيش حد حذفها ومقدم البرنامج حب يقولها، او في واحد مثلا في النادي صاحب اللاعب تصور ان اللاعب بدل متعنت يبقى الاهلي وراه. طيب تتحذف، يبتدي بقى ما يصحش من الاهلي كده، ما يصحش مش عارف ايه، وهذا لا يليق، وهذا مش عارف ايه، وهذا ايه. هذا صناعه الوهم. دي صناعة الوهم، والقائم عليها ما يعرفش حقيقة وحجم غيرة جمهور الأهلي على قيمة الأهلي. غيرة جمهور الأهلي لأي نجم، لأي لاعب، مهما كانت أهميته، مهما كانت قدراته، مهما كانت موهبته، غيرة جمهور الأهلي على صورة الأهلي وعلى مكانة الأهلي أعلى بكتير جدا من المكاسب الفنية ومن حجم الموهبة والمهارة الكروية، أعلى بكتير. وده اللي بيحفظ قيمة الأهلي عبر التاريخ. ده اللي دايما وابدا بيخلي كل خطا يحدث في محاوله لهز قيمه الاهلي تلاقي دايما وابدا هذا الجدار محمي بغيره الجمهور على الاهلي وعلى صوره الاهلي اللي لازم تظل كده. اولويات الجماهير راحت في حته ما حدش يتخيلها. بالظبط، ودي يمكن ده الحصن المنيع لصوره الاهلي ومكانته في كل المواقف المماثله. لكن ان احنا تؤدي بينا فكره صناعه الوهم انه الكابتن رضا عبد العال في احدى المداخلات مع قناه النهار بتساله في دي ام سي، بتساله الزميله ايمان الحصري عن موضوع عوده رمضان صبحي للاهلي، فجاه بقى موضوع. بقول لكم بصوا الكذبه تطلع تروح فين، فنسمع راي رضا عبد العال. طيب في كلام على انه في مفاوضات انه لاعب زي كابتن رمضان صبحي يرجع تاني نادي الاهلي، وفي وسايط او في وسيط كبير في القصه دي، حضرتك سمعت اي تفاصيل عن الحكايه دي؟ لا بصراحه ما سمعتش، بس هو الراجل يعني اللي خلاه خد الخطوه دي خدها وهو مقتنع بيها تماما، وبعدين جماهير النادي الاهلي كلها وكل المواقع وكل اللي جاي مش هتقبل قوي. لا مش هتقبل، مش هتقبل، هم بيتمنوا، هم هيتمنوا، لان رمضان صبحي عندي ناس من جمهور الاهلي في الكنترول بيقولوا لي مش هنتمنى. لا يعني هم مين اللي قال مش هتمنى ده؟ عشان بس ان هو يعني حرق دمهم، اول واحد يسيبهم ويمشي اللي بال حضرتك. سيبك من عبد الله السعيد، عبد الله السعيد ده ما يعتبرش ابن النادي، ده كان جاي وقعد احتراف وخلاص، وان هم عرضوا عليه سبعه قالوا له ده اكتر حاجه خلاص مش عاجبك شوف حته ثانيه.
انما هم كانوا متعشمين قوي في ابن النادي، وابن النادي ما تقدملوش العرض اللي هو يليق بيه. فلما راح بيراميدز كل الناس قلب عليه وهيجي. طب هم طب قولي لي يعني، هم بيقولوا لك في الكنترول دلوقتي لا مش هنرجع ليه؟ عشان محروقين. انا هم يتمنوا ان هو يرجع. هو خبر غير حقيقي، الجمهور بيتمنى، وتعليق تخيلي. ما هو انت 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 جبت منين ان الجمهور عملت استفتاء يتمنى او يرفض؟ يعني الرفض مبني على ثوابت وتواريخ سابقه واحداث سابقه، انما يتمنى الشغل ده وفي حته تانية جايبها انت. انا هعلق مره واحده، نجيب الجزء الثاني الخاص بموسمين ولا لسه؟ طيب ايضا في نفس المداخله الكابتن رضا عبد العال الزميله ايمان الحصري سالته، بالمناسبه كان السؤال اصلا عن اوضاع فريق طنطا اللي حاصل مع فريق طنطا والهزيمه وغضب الجماهير و ثم تطرق الامر لموضوع رضا عبد العال وبيتسو موسيماني. وهنا انا عايز اقول حاجه فيما يخص بيتسو موسيماني، كل واحد من حقه يقول رايه. رضا عبد العال مدرب، ممكن يبقى شايف ان بيتسو موسيماني مش مدرب كويس، لكن لما يبقى في راي اخر مختلف عن كده يبقى لازم نناقش الرايين مع بعض بعد الفاصل.